محمد الخامس سيرة ملك وسيرة شعب، مؤلف جديد يؤثث الساحة الثقافية الوطنية. الكتاب الصادر حديثاً عن منشورات مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث جرى تقديمه في الرباط بحضور مثقفين وسياسيين وباحثين ومهتمين بالموضوع. من أجل وقدموا هي مناسبة كذلك تقدم مؤسسة محمد الزرقطوني من خلالها يعني ذكرى رجل عظيم أضحى ملهما لتجارب التحرر ضد الاستعمار ليس فقط في بلادنا ولكن على مستوى كل شعوب القارات الثلاث التي عانت من ولاية الاستعمار. المؤلف الذي يقع في 382 صفحة من الحجم المتوسط يتضمن مداخلات قدمها ثلة من الباحثين والمتخصصين والأساتذة الجامعيين، علاوة على شخصيات سياسية وثقافية وطنية بارزة باللغتين العربية والفرنسية في إطار تظاهرة العلمية 2014 سنة محمد الخامس التي احتفت بمعالم السيرة الإنسانية والجهادية لبطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس.